صينيه سمك الفيليه صياديه، محتاجه سمك فيليه، اتنين بصل، طماطم، معلقه كبيره من الثوم، ملح، كمون، كزبره، فلفل اخضر وكزبره خضراء، يعني كزبره خضراء وكزبره ناشفه، وعندي فلفل رومي وفلفل حامي وعصير ليمون وكمون. تمام كده، تعالوا بقى ايه نشتغل في الوصفه. عندي طبعا صينيه او طاسه او اي حاجه انا هشتغل فيها اكون مسخناها كويس جدا. هحط، ممكن تحطوا زبده، ممكن تحطوا زيت، ممكن تحطوا زيت زيتون، التلاته هيبقوا زي الفل معاها، مفيش مشكله خالص. انا هحط اهو شويه زيت، تمام بالشكل ده، وهحط الثوم، وعايزه اشوحه كده مع الزيت اهو بالشكل ده. هحط شويه الفلفل الحامي كده كمان يتحمروا مع الثوم اهو، عايزاهم يتشوحوا كده مع بعض بالشكل ده. بعد ما يتشوحوا كده هجيب الطماطم المكعبات، وهقرب كده الفلفل، البصل هحطه في الاخر يعني مش دلوقتي. تعالوا بقى ايه نشوح كده الفلفل الحار مع شويه الثوم. لو انتوا مش حابين فلفل حار ممكن تستخدموا فلفل رومي، بس على حسب. انا هستخدم الاثنين، هستخدم شويه من ده وشويه من ده اهو. استخدموا بقى اللي انتوا حابينه، لو انتوا مش بتحبوها سبايسي شيلوا الفلفل الحار واستخدموا فلفل رومي بس اهو. هنقلب كده تقليبه بالشكل ده، تمام. هبدا احط شويه عصير ليمون، واحط عليهم الطماطم، واسيب الطماطم كده مع الفلفل والثوم والفلفل الحامي كده ايه غلوتين ثلاثه كده، تفضل بقى ايه لحد ما احط البهارات. تعالوا بقى ايه نحط شويه الكمون، شويه كزبره ناشفه اهو، شويه ملح اهو، شويه فلفل اسود، مش هحط بقى شطه او حاجه لان احنا حاطين فلفل حار فهيبقى كفايه قوي. هنبدا كده نقلب تقليبه اهو بالشكل ده اهو كده اهو. ونبدا بقى ايه، هجيب البصل والكزبره الخضراء، هحط شويه بصل كده معاهم بالشكل ده. بصوا اسيب بقى كله كده يغلي مع بعض، وهحط عليهم شويه الكزبره الخضراء. انا حطيت خلاص بهاراتي كلها، لو في بهار معين انتوا بتحبوه عايزين تزودوا بهار سمك، حابين تحطوا بصل وتوم باودر، شويه بابريكا، هيبقى الحاجات الاضافات دي لو حابين تحطوها تمام هتبقى حلوه جدا. تمام، تعالوا بقى ايه هبدا ان انا اجيب السمك بتاعي، وهبدا ان انا احطه كده يتشوح في وسط البصل والطماطم والثوم والكلام الحلو ده اهو مع البهارات والكلام ده اهو. هديله كده تشويحه، حابين تقطعوه مكعبات تمام، حابين تقطعوه شرايح زي ما انا عامله برضو تمام، على حسب ما انتوا تحبوا راحتكم خالص. هدي كده بقى تشويحه كده، يتاكل بقى مع شويه رز ابيض كده بيبقى حلو جدا بالخلطه اللي احنا عاملينها دي، بتبقى طعمها في منتهى الجمال. تمام، تعالوا بقى نلم الحاجات اللي احنا مش عايزينها كده. تعالوا نقول سريعا كده عملنا ايه. الاول عملت الخلطه كلها مع بعض، حطيت شويه زيت سخنته، حطيت الثوم المفروم على الفلفل الحار والرومي، وبعدين حطيت الطماطم المكعبات، قلبتهم مع بعض، وحطيت عليهم البهارات اللي عندي، كمون وكزبره ناشفه وملح وفلفل، وحطيت كمان شويه كزبره خضراء وشويه بصل، وشوحت كل الكلام ده مع بعض مع عصير الليمون. خلاص بعد ما شوحته ابتديت احط بقى السمك فيه عشان يبدا يتشوح مع الخلطه اللي احنا حطيناها اهو. بصوا بياخد بقى من التتبيله ومن البهارات
ببتدي كده اقلبه على الوش التاني. سمك الفيليه من الحاجات اللي بتشم النار، يعني مش محتاج سوى وقت خالص. اهو اديله كده تشويحة من الناحيتين، وبعدين ابدأ اعمل ايه، اقلبه كده مع الخلطة. اهو بيبقى طعمه حلو جدا، والخلطة اللي فيه بقى بالمعلقة كده مع شوية رز ابيض بتبقى حلوة قوي، او بعيش على حسب ما انتوا حابين. بصوا اهو.